ازيكم يا جماعة، بقالي كتير مش بشوفكم. عاملين ايه؟ ومساء الخير عليكم. من حلقة جديدة من مطبخ رتال ومامتها. معانا النهاردة مقلوبة بالسمك، مقلوبة سمك ماشي، وجمبري مشوي، و بكلاويز بكلاويز او حبار او جندوفلي. ايه يا رتال، عاملهم لنا بطريقة جديدة جميلة جدا. عايزة اقول لكم بجد يجنن، مش عايزة اطول عليكم المقدمة. طبعا وحشتوني وحشتوني كتير جدا، احنا بقالنا كتير ما كناش موجودين، ودي اول حلقة نعملها. مطبخي وحشني جدا، وبسم الله ما شاء الله الاكل يجنن، وطريقته يعني تشوفوها كلها جديدة وفي منتهى الجمال. لا انا دقت، هاتي فستقة دوقها. رتال طبعا واقفة بفستقة، ايوه تعالي هنا يا فستقة اهي، طبعا طالعة في كل البث. دوقي ما شاء الله. لسه صاحية بس. سخنة سخنة لساعتها ولسه صاحية. هتدوقي يا ريتال ولا خلاص؟ انا دقتي. ايه الاخبار؟ جامد جامد. ماشي يلا عشان ما اطولش عليكم نبدا مع بعض، ونسمي ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله ونسمي ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وحشتوني جدا جدا، ده اول فيديو نعمله كده في المطبخ من ساعه ما سافرنا اسوان. النهارده هنعمل حاجه خفيفه وجميله وفيها حاجات انا ما عملتهاش قبل كده مختلفه. انا معايا جندوفلي او بكلاويز او حبار حسب الاسم اللي بيتقال، ومعايا جمبري. ده على فكره سمك مش فراخ، ده سمك وعار متقطع اهوت ومخلي ومفهوش سفة خالص ولا عظم ولا اي حاجة. ومعايا 3 كوبايات رز بسمتي اهمت منقوعين فيهم المية بتاعتهم، ونقعتهم. انا محبش انقعهم بس نقعتهم عشان انا هعمل السمك ده بالرز زي المقلوبة والكبسة بالظبط، على اساس ان هو ما ياخدش سوا كتير. السمك ما بيستحملش سوا كتير. ومعايا فلفل حراق اهوت، ومش حراق قوي، وسط اللي هو كبير شوية، فلفل شطيطة. ومعايا فلفل الوان، ومعايا طماطمايه مقطعه ترانشات، وفلفل اخضر اهو، ومعايا حوالي راس توم بحالها فرمتها اهيت، ومعايا بصلايه مبشوره. طبعا معايا بهارات، بس انا البهارات عشان ما لخبطكمش هقولها وانا بعمل. ودي بصلايه انا فرماها في الكبه، دي طماطمايه مبشوره برضو نفس النظام او مفرومه زي ما هم يعملوها كده. بقى عشان كل الحاجات ده تطلع مع بعضها على النار، احنا كده على طول هنطلع على البوتاجاز ونبدأ الاول نعمل ايه كله مع بعض. هنشوف مع بعض كده ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح على البوتاجاز. كده بدأنا نتحرك على البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الغاز مقفول، فتحتوش لسه. تمام، انا كنت قافله الغاز لسه ما قفلتوش بعد ما رجعنا من السفر. هبدأ كده هحط شوية زيت مش كتير اهو، لان انا هضيف معاهم كمان مكعب زبدة حلو كده اهو. ده طبعا السمك والرز، دي الحلة اللي هعمل فيها السمك والرز. بس انا عايزة اعمل خطوة الاول قبل كده. انا الاول هحط كده شوية زيت، انا عايزة احمر السمك تحميرة خفيفة كده. انا على فكرة ما حطيتلوش اي بهارات قبل ما اعمله مع الرز واحنا مع بعض. على ما الزيت يسخن انا هرص الجمبري معاكم. الزيت بيسخن اهو، هرصه في الصينية هنا. انا مش هعمله بشوربة، انا هعمله زي المشوي كده في صينية معاك، كله يطلع الاكل كده. انا قلت لكم الاكله دي كلها بتطلع مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعطر بقى لساننا وبقنا بذكر الله، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الزيت بيطرطش، معرفش رغم ما جيتش ناحيته، بس ما علينا اهوت. خلينا في الجمبري على ما الزيت يسخن شويه. تمام كده، كده الزيت بدأ يسخن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بقطع السمك اللي معايا المكعبات اهو، انا عايزة احمرها كده قبل ما احطها مع الرز.
بس احنا كنا بناكله في المطاعم بره، اللي سافروا بره عارفين كان بيتقدم كده سمك مع الرز زي المقلوبه، بس بجد تحفه. جربوه ان شاء الله هتشوفوه كله دلوقتي. كده انا حطيت السمك كله اهوت على النار في الزيت. نبدا بقى نحط الحاجات بتاعت الجمبري عليه. ننقل بس على الترابيزه عشان يبقى اوسع. كده الزيت السمك بيتحمر على البوتاجاز. هبدا كده الاول اهو، ده كمون اهو، هحط له كمون. تعرفين ان السمك والجمبري والسفود ده كله بيحب الكمون، يعني بجد يعني بيبقى يعني اساسي بمعنى اصح. وادي التوم اللي انا عامله، انا هستخدمه في اكتر من حاجه اهوت. برضو هحط له شويه توم، رغم ان انا هستعمل له برضو شويه بصل بودر وتوم بودر. ده توم بودر اهو، انا هحط له شويه كده حلوين، مش كتير، ما يجوش ربع معلقه، اقل كمان اهو. وادي بصل بودر اهو، برضو ربع معلقه صغيره بصل بودر. ومعايا الفلفل الالوان ده للجمبري، فلفل بيدي طعم حلو جدا للجمبري. والطماطم اللي هي دي القواوير دي او الشرايح برضو هستخدمها للجمبري، الحاجات دي بتفرق في طعمه جدا. ومعايا فلفل حراق، حاجة بسيطة، ده اختياري طبعا، اللي عاوز يستخدمه يستخدمه، اللي مش عايز ما يحطوش. ده كده على الجمبري. انا عندي بهارات اسماك كمان هستخدمها، او بهارات سيفود. دي بهارات سيفود او مأكولات بحرية اهي، هحط منها على الجمبري، بتخلي طعمه حلو جدا. دي بقى فيها كل البهارات اللي بتدي كل الطعم والنكهة اللي احنا عايزينها. اللي ما عندوش بقى يعني شكل بقى بهارات، مشاكل في كل البهارات يحطها. انا كده كده بحط برضو، ادي شوية لورا مطحونين. طبعا انا هحط له حبهان مطحون برضو، شوية همت على طرف المعلقة كده نطرة، يعني مش كتير. اكيد. وهحط له شوية سماق. هيغيروا طعم الجمبري يا جماعة، تحفة بجد، مش عايزة اقول لكم بيبقوا عاملين ازاي. كده خلاص الدنيا كلها تمام، ما عادش غير الملح هحطه اهو. الملح ده طبعا تقديرك انت وبتاعك انت. كده الجمبري جاهز، احطه على البوتاجاز. ناقص فلفل اسود ما حطيتوش، بس هحطه حالا. وبرده البهارات فيها تشكيله من كل حاجه، يعني انا برده هزود له شويه فلفل اسود، احط شويه اهو، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله ولا اله الا الله والله اكبر. كده الله اكبر. كده بقى هنروح على البوتاجاز. كده خلاص انا ولعت اهوت على الجمبري، نار وسط، مش هحط له ميه خالص دلوقتي. الاضافه بس اللي انا هحطها عليه هي الزبده. الزبده يا جماعه مع الجمبري بصوا يعني بتحليه اهو. بس كده يعني نقول نص معلقه مش اكتر من كده زبده. هبدا بقى اغطيه عشان بقى اعمل البقلاويز او الجندفلي. الصينيه دي ملهاش غطا عندي، ده الغطا الوحيد اللي مقاسها. والسمك اهوت بيتحمر معانا. كده بقى انا هولع هنا على البقلاويز. ادي السمك اهوت بدا ما شاء الله يحمر، قلبته. انا ما رضيتش احط له دقيق يا جماعه، اللي عايز يشمعه بدقيق ماشي اوكي، بس انا ما رضيتش احط له دقيق عشان انا هحطه مع الرز. دلوقتي بقى هنيجي هنا على اهو، دي بقى الحله اللي انا هعمل فيها الجندوفلي او البقلاويز. يبقى انا كده ولعت على الجمبري، وادي السمك بيتحمر، وهنعمل البقلاويز مع بعض. هنبدا الاول كده هنحط له اهو توم اهو، انا مش هخلي غير حته توم صغيره بس للرز اهو. هنحط له توم، وهنحط له الفلفل الحراق ده، البقلاويز ما بينفعش من غيره ابدا، الفلفل الحراق الحلقات ده.
وهنحط له مكعب الزبدة اهو، مكعب صغير، وهحط معاه كمان شوية زيت. ده اللي باقي المكعب من الجمبري، بس انا هزود حتة زبدة كده صغيرة، هي كل ده ما يجيش نص معلقة اهو، وهحط له كمان معلقتين زيت. انا طبعا ولعت البوتاجاز عشان تبقوا عارفين، البوتاجاز دلوقتي والا اهو عليه، خليهم بس يفكوا مع بعض كده. انا كده هبدا اطلع السمك على مصفى، حتى المسكه اللي انا بطلع بيها مصفى، شايفين اهوت، شايفين شكله احمر اهو، ايوه كده انا عايزاه على مصفى. انا اشتغلت بدي يا روان، خلاص اهوت، وطعمه ان شاء الله هيبقى حلو كده. خلاص انا طلعت السمك، خلصته، والجمبري ولا عليه. وادي الحله اهي اللي كنت هعمل فيها الرز، اللي هتطلع مكعب زبده وشويه زيت، سوري، وهحط لها كمان معلقتين زيت من الزيت اللي انا كنت بحمر بيه، مش كتير، انا عايزة احطهم عشان ياخد طعم السمك، بس كده، بس مكعب الزبدة يفك او يسيح، وهنشتغل في الرز كده. على ما الزيت والزبدة تسيح بتاعة الرز، انا هبدأ دلوقتي انزل بالبقلاويز. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طبعا انا مصفياه، انا غسلاه 30 مرة يا جماعة. البقلاويز له طريقة في الغسيل، لازم المصفى يتضرب بها كده، يبقى اصور لكم تغسيله كده، يتصفى كده ويتفتح كله زي ما انتم شايفينه كده، لان انا طلعت منه كتير جدا، كان فيه رمل، خلوا بالكم، اغسلوه كتير جدا بالمصفى وتهزوها كده وتعملوه كده، تلزقوه كده زي ما بتعملوا الكيكة. انا كده نزلت البقلاويز اهوت على الثوم والفلفل، قليب يا روان، انا لما اجيب له البهارات بتاعته. تمام، طبعا انا مش هعمل له شوربه، هما هياكلوه كده من غير شوربه، دي بهارات سيفود برضو هحط منها للبقلاويز، او الحبار او الجندوفلي نص معلقه، وهحط له توم باودر وبصل باودر، ادي بصل باودر، وادي توم باودر، وطبعا لازم احط له كمون، ده يعني اساسي، كمون لازم، نص معلقه كمون اهو، وهحط له ملح، الملح ده بتاعك طبعا. مين اللي فتح الناحيه دي؟ عشان انا مش هحط له ميه، هو هيستوي بعرقه كده بالحاجات اللي معايا، وهحط له شوية لورا مطحونين وحبهان مطحون، يبقى كده البقلاويز كل حقه وصل له. تمام اهو، رشة حبهان مطحون، اوعي لي كده يا روري يا قلبي، امسكي المعلقة ثانية واحدة بس، امسكيها اهو، ايه رايك؟ حلوه؟ ماشي يا قلبي، خلاص كده سيبيه، خلاص بقى كده، خلاص نار وسط، يبقى ده كده خلاص البقلاويز ولا عليه، وادي الجمبري، هنتنقل بقى كده على الرز. ادي الرز، اول حاجه هنبدا ننزل بيها بصله، فين القرفه؟ هات القرفه يا روان، لو عايزه تحطي قرفه بس مطحونه حطي، مفيش مشكله، انا هحط عودين كده عشان نبقى نشيلهم، انا المره اللي فاتت استعنت بالقرفه الباودر علشان ما كنتش، ده ما كانتش موجود.
ادي عودين قرفه كده، واحط له 4 5 وحدات برضو قرنفل. يا جماعه جربوا بس اهو، وهنقلبه كده مع بعضه اهو، وهنزل عليه بالكاري او الكركم قصدي اهو، يا روان اصفر ده كده. انا اهو ادي البصله، انا مش عايزه احمرها طبعا، هي دوبك بس يعني كملت دقيقتين. هنزل عليها معايا اهوت فصين توم اللي كانوا باقيين. ثواني يا روان، ثواني بس انزل الاول فص التوم. اعلي البوتاجاز شويه. انا بشرت لها يا جماعه بشر ليمونه كده بدل الليمون اللي هو الليمون اللي هو الاسود، انا مش عايزه الاسود. انا هنزل اهو، بصوا هي وشي، ابصوا اهي بشر ليمونه صغيره مش كبيره بس كده. هنزله اهو مع البصل والثوم، وهنزل عليهم بالطماطمايه اللي هي المبشوره بس دقيقة كده، وهنزل عليهم. بصوا يا بنات قبل ما انزل بالطماطماية، بصوا معلقة كركم اهي، هنزلها كده مع البصلة، وهنزل كمان بمعلقة بهار من بتاع السمك، مش معلقة يعني شوية، نص معلقة كمان صغيرة اهو. انا على فكرة غليت كات المية، وانا يعني وانا بشتغل تحت الجمبري لازم تطلع طبعا. نص معلقه كمون ورشه حبهان اهي، كله قدامكم. هقلبهم بس الاول كده اهو، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ايه يا جماعه، بجد عامله ايه رهوه، جامده جدا بجد بجد، يعني مش عايزه اقول لكم تحفه كده. تمام، واحط له برده شوية لورا، انا عندي لورا مطحونة اهو نطرة بس اهي كده تمام، ونطرة فلفل اسود خفيفة جدا طبعا اهي. لاحظوا ان انا ما ملحتش السمك خالص، انا غالية كات المية كده. انا هنزل اهو بالطماطمية المبشورة اللي انا عاملاها اهي عشان الكركم اهي كده، كمان الطماطميه تنزل معاهم. ايه يا سيدي، دقيقه واحده اهو يلفوا مع بعض. انا حتى توم هحط كده ربع معلقه بصل بودر كده. انا حطيت كمون يا روان صح؟ لا حطيت لسه حتى دلوقتي كده اهو كله تمام. ده يا جماعه الرز اللي انا هعمله، هاتيلي بقى يا روان الكاتل بتاع الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، سيبي ايدك يا حبيبتي، بسم الله. انا نقعت الرز على فكره علشان السمك ما بياخدش سوى كده. هنزل بقى بالملح بتاعنا طبعا، انا ما تاني بقول انا ما ملحتش السمك، هو هياخد من التمليحة اللي احنا عملناها دي كلها. الملح بتاعك تمام كده. ادي المية اهي دقيقة بس كده بالملح. هبدأ انزل بقى بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم، في رزاية ملونة، بسم الله. لا لا مش هصبر شوية، هو الرز عشان ياخد الحدق بتاعه. بصوا يا جماعة كده الرز معقول جدا كده عشان انا نقعاه. انا هبدأ انزل عليه بقى بالسمك بتاعي اهو اللي انا صفيته علشان ياخد الحدق بتاعه اهو. تمام كده، سمك ما بيستحملش زي الفراخ واللحمة كده. تمام، ونغطي الحل. ادي الجمبري يا بنات خلاص كده، هو ما شاء الله استوى خلاص، هطفي عليه. دوقي إيه؟
اهو الطبق اهو، خدي استوى خلاص. انا عارفه يا روان، وادي البقلاويز كمان ما شاء الله، شايفين يعني ما خدش على البوتاجاز 7 دقايق اهو. انا اللي هدوق. انا عايزه واحده. جامد، حلو جدا. واحده مليانه كده، واحده اهي مليانه. خدي نطفي كمان اهوت على البقلاويز دي، نطفينا عليه تمام كده، يبقى ما عادش غير الرز بالسمك، بيبقى الاكل بتاعنا جاهز. بصوا بقى بعد 3 دقايق ابعد بس البخار، شايفين اهو الرز بدا يتشرب ميته خالص. انا مش عايزه اقلبه طبعا عشان السمك على الوش اهو، يعني دخل على سوا عشان انا نقعاه، وانا قصدي انقعه عشان ما ياخدش وقت. ههدي بقى البوتاجاز عليه خالص كده. الرز اهو بسم الله ما شاء الله استوى. على فكره ما كملش 7 دقايق، كمل يا روان، ما يجيش 7 دقايق، 7 8 دقايق اه بالكتير قوي يعني كده. بقى انا هغرفه واوريه لكم كده. الاكل كله طفيت على الجمبري زي ما قلت لكم، وطفيت على البقلاويز. وادي يا بنات اهوت، شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا اله الا الله والله اكبر. بتاكلي ايه يا رتال؟ اصبري اما الناس تشوف الحاجه اللي احنا عملناها. ادي البقلاويز، ادي الاول الرز بالسمك، شايفين ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم طبعا دقناه. وادي الجمبري، وادي البقلاويز. البقلاويز ده عايز حلقه لوحده ان شاء الله، نبقى نعملها له من اول ما نجيبه خالص. عايزه اقول لكم يعني جامد. عايزه ايه يا رتال؟ عايزه ايه انت؟ عايزه تدوقي. طيب رتال بتدوق طبعا، هي من ساعتها مش رحمه نفسها. ماشي، ايه الاخبار؟ ماشي. وادي السمكه اهوت، بصوا بالرز يعني، عايزه تدوقي بس خلي بالك علشان سخن جدا، مش عارفه يعني. ها دوقي كده، ايه الاخبار؟ ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا ايه يا رتال؟ مش عارفه بتاكل. لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، واشوفكم المره الجايه على خير، واقول لكم واو.